مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم مبارك سعيد. نتمنى ان هذا الصباح هو يوم الاحد، يوم راحة بامتياز، يكون يوم جميل لكم جميعا. اجواء مشمسة هنا في مدينة مكناس والجو صيفي. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، غادي رجولة صباحية وغادي ندردشو فيها وغنتكلمو فيها لا العديد من المواضيع. حنا الان كنتواجدو امام غابة الشباب في مدينة مكناس، اللي كنشوفوا أنا كاين عليها إقبال من طرف الشباب المكناسي، والعقل السليم في الجسم السليم. صباحكم مبارك سعيد كل متبعي قناة شوف تي في، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. غنحاولوا أننا نرصدوا لكم الأجواء كيفاش دايره صباحية في اليوم الأحد في العاصمة الإسماعيلية مكناس. طبعا وصلونا فيمكن صردوا البال، وصلونا الآن بعد مصادر اتصلت وقالت بأنه الآن كيتم تحرير مخالفات بحق أي مواطن ما دايرش الكمامة. فردوا البال، راه أي واحد تضبط ما دايرش الكمامة كيحرروا مخالفة في حقه، مبقاش وقت التفلية، مبقاش وقت المحنة. ف يعني أعذر من أنظر، يعني ردوا البال ونتمنوا السلامة للجميع. فالآن اتصلوا بنا بعد المصادر واللي خبرونا أنه الآن كاينة حملة وكيتم التحرير فيها المخالفات اللي ما دايرش الكمامة، فردوا البال. بالنسبة لتوريا كتقول الدخول او الخروج من مدينة مكناس واش كيلزمو، واش كيلزمو رخصة التنقل؟ صحيح باقي مفعول به انه تكون عندك رخصة التنقل باش انك تقدر تنقل من مدينة لمدينة. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء باش نرجع الحياة ديالنا لمجالها. فكيف ما قلت غنزيد نذكر انه دابا بقاو بدات كاينه حمله هنايا في مدينه مكناس اللي ما دايرش الكمامه كيتم تحرير مخالفه في حقه، ولا 300 درهم ولا 1300 ولا يعني القيمه المحدده للمخالفه راه هي قاصحه، وسورتو حنايا في هذه الازمه هذه ديال كورونا راه 50 درهم تجيك بزاف. فردوا البال اول حاجه على جيبكم وعلى صحتكم، صحتكم من الدرجه الاولى. مريم محبة الله، صباح الخير، تحياتي لكم من حمرية، صباح النور للا مريم، حنا تحية لك من جيت ماكدونالد. خلاص راكي انت بنت الحي وغادي تكوني عارفة انا خلاص فين كاينين حنايا، جيت لاكورا. لان هذه هي الاجواء الصباحية مشاهدي قناة شوف تي في. هنا هاد الساحة هذه ديال 800 مدينة مكناس، هنا كيكونوا الحفلات، كيكونوا المهرجانات، كيكونوا الأنشطة. فللأسف هاد السنة هذه ما كانت والو والسبب كيرجع جائحة كورونا اللي حقيقة غيرت المسار ديال المغاربة كاملين، الحياة ديال المغاربة كاملين، أو بالأحرى دول العالم ماشي غير المغاربة. على كل حال نتمنوا ربي يخفف ما نزل. أنا نعطيكم الصورة من الفوق، صورة بانورانيكا لمدينة مكناس، أجواء صيفية. واش طلع ديال الكابلاج؟ لا، هنا الآن كنتواجدو في المدار أولا الرومبوا اللي كتربط بين روامزيل وحمرية وسيدي سعيد، يعني هذه سيدي سعيد وحنا في جردة لاكورا. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، هذه هي الأجواء الصيفية في مدينة
مكناس، حاولوا أننا نحطكم في الصورة، وخليوا الهدف من هذا البث المباشر هو صلة الرحم بين الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن والمدينة مكناس، مدينتهم الحبيبة أو بلادهم الحبيبة، وكذلك تعريف مدينة مكناس، فهي مدينة رائعة بزاف بناتها بسكانها بالجو اللي فيها. فنتمنوا من الله يرفع علينا هذا الوباء، ونحاولوا أن نشجعوا السياحة الداخلية، لأن عندنا ما يتشاف في بلادنا، أنه كاين بزاف ديال الحوايج اللي حنايا مازال ما اكتشفناهمش. فنتمنوا من الله العلي القدير يرفع علينا هذا الوباء باش نرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا. كيف ما قلت أنه الآن كيتم تحرير مخالفة في حق كل مواطن ما مرتهدش الكمامة، فردوا البال من أجل السلامة الصحية ديالكم هي الأولى، وحتى السلامة المادية، لأن جائحة كورونا خلت الكل كيعاني وملتج كيحتاج. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، نقول لكم نهاركم مبارك سعيد، دمتم بألف خير، وإلى بث مباشر آخر بعد قليل.